أعضاء لعبة المنتخب المغربي كرة الشاطئية مقابلة قوية أمام كابو فيردي. كيف شفتوا المستوى ديال اليوم يعني غادي كيزاد ماشي المستوى اللي كان في دور المجموعات. هذا كارت فينال كيكون فيه الضغط كيكون بزاف ديال العوامل كتكون خاصك تربح قدام الجمهور ديالك وقدام الناس اللي كيتسناو انك تربح. الحمد لله فزنا حاولنا نلقاو راسنا اليوم انا والصديقه ديالي وخا اننا زعما اول مره غادي نلعبوا انا وياها مي ماتش باغ ماتش كيبان المستوى ديالنا كيتحسن شويه. ايمان وايمان قولوا انسجام مرتفع. غادي نهار على النهار كنلعبو حسن ان شاء الله ربي ما يخليك الناس ان شاء الله يكون خير. بون شونس.